هذا احنا شنو؟ عندنا اسئله. اوكي؟ نبدي ويا احمد. احمد انت تشوف نفسك قدمت كل اللي تطمح به؟ لا طبعا. هاي بدايه، والبدايه بالبرنامج يعني فعلا. هو الاسبوع عن اسبوع صار اكو تغيير. يعني اول اسبوع انا كنت اخاف كلش من الكاميرا، بس بعدين صرت يعني شوي عادي هسه كلش. بس مال انه خلص لهنا انا وبس، لا مستحيل. يعني بعد البرنامج هي البدايه. أوكي. اللي يثبت نفسه فعلا هو بعد البرنامج، وان شاء الله خير. شلون راح تثبت نفسك بعد البرنامج؟ انه من خلال الاعمال اللي ممكن راح واحد يقدمها للناس، الجمهور يكون يعني راضين عليه، الاداء مالته كل شيء راح يكون بتحسن. وانا ما راح يعني قناع وخلاص، اكيد راح اكمل دراستي في مجال السينما والتلفزيون واحاول اطور نفسي اكيد. اوكي. طبعا بعد البرنامج راح زين لحيتك احلقها؟ خففها ممكن يعني. اذا جاك دور انت تحب اللحيه وتحب هاي ستايل شعر طويل، اذا جاك دور ازين صفر واشيل اللحيه ايش يريدون. اوكي حسب الدور شيء اكيد. راح نسال انه الخطوه اللي حتكون بعد البرنامج اكيد، لكن نسال نور، روح النور. ليش لابس اسود اليوم؟ صدق حلو. اوكي نور، نقول انت مثلت مشاهد حلوه بالبرنامج، قدمت اداء جيد، انت تحب المسرح، بعد ما راح تغادر البرنامج راح تكمل بالمسرح لو راح تلتجئ للدراما؟ انا اول ما دخلت مسرح كنت ناوي تلفزيون، بس بوقتها هسه حاليا يلا انفتح قسم سمعيه ومرئيه بكليه الفنون الجميله، بس اول ما دخلت ما كان اكو. فانا كنت حابب التلفزيون، فقلت ماكو غير المسرح، اطب المسرح وبعدين الله اعلم اشوف التلفزيون يعني ان شاء الله اوصل له. لا انا حابب التلفزيون من الاول، لكن من طبيت مسرح ومن درست مسرح حبيت المسرح، حتى لو امثل تلفزيون وحتى لو امثل مسلسلات اكيد اكيد راح يجي يوم من الايام وراح ارجع للمسرح، لان يعني صار بداخلي كلش كلش المسرح. انت تحب المسرح كلش؟ اموت على المسرح. اوكي نروح المهند. اوكي مهند انت اذا فزت او انت عفت دراستك هسه حاليا، نقول اذا طلعت من البرنامج ما حصلت على اللقب، راح تتندم انه تركت الدراسه؟ ابدا. انا يعني انا كنت ابحث عن فرصه، يعني فرصه يعني تسوي لي نقله بحياتي، فاكيد هي يعني انا حصلت على الفرصه ويعني حياتي تغيرت يعني للافضل، لان انا اصلا اشتغل مسرح، بس اكو فرق بين المسرح والتلفزيون. فكنت اتمنى اخذ فرصتي بالتلفزيون، وان شاء الله يعني ظهرنا قدام التلفزيون وشافونا العالم، وان شاء الله تجينا فرص. فانا ما ندمان انه راح تركت السنه، يعني ان شاء الله راح اعيد، يعني رغم التعب والجهد اللي تعرفين بالكليه تعب وتعب وروحه وجي وهاي، بس الحمد لله اشكر يعني حصلت على فشي يرضيني ويرضي العالم كلها. انا هذا همي، فان شاء الله يعني اذا رجعت لكل يوم رسبيني شو اسوي لهم بعد؟ احاول ان شاء الله السنه الجاي اكمل دراستي وانجح اكيد ان شاء الله. انا فصلوني طبعا، غبت هوايه، غبت سيارة فصلوني هذا. اوكي انت ضحكت بشهادتك يمكن؟ شلون؟ ضحيت بشهادتك هسه حاليا؟ السنه اجلتها اجلتها؟ اكيد راح اكمل بعد ان شاء الله. موفقيه لكم.